our share here in Arabic language. So please sit down. نحن نريد حديث قصير. من فضلكم اجلس الآن. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. تكملة لما بينت في البارحة عن أنواع الأولاد في القرآن الكريم، هناك أربع أنواع: والنوع المرجو المرغوب فيه، والنوع الرابع وقرة أعين أو ولد صالح. وقلنا أن الولد الصالح لا يولد ولكن يربى، فكيف نربي أولادنا حتى يكونوا صالحين؟ كيف نربي بناتنا حتى يكون صالحات؟ هناك خطوات ناجحة نقلت من كتاب تربية الأولاد لعبد الله ناصي علوان، دكتور عبد الله ناصي علوان. هذه الخطوات لابد بالترتيب من الأول. إذا كان الوالد يربي ولده أو أولاده لابد أن يخطو هذه الخطوات بالترتيب. لا تبدأ بالخطة أو بالخطوة الثانية أو الثالثة، لابد أن تبدأ بالخطوة الأولى. الأولى التربية بالقدوة. التربية بالقدوة. إذا أردت أن تأمر ولدك بقراءة القرآن فلا تقول له اقرأ القرآن وأنت تجلس أمام التلفزيون تشاهد مسلسل، تشاهد ملاكمة، وتسمع الأغاني، وتدعو تعال هنا ولد اقرأ القرآن وأنت لا تقرأ القرآن. لا تقول شيئا ولا تأمر شيئا، خذ المصحف واقرأ القرآن. هذه قدوة. التربية الناجحة الأولى التربية بالقدوة. لا يمكن الوالد أن يقول لابنه لا تكن مثل أبيك، أبوك لا يعرف لا يقرأ القرآن لكن أنت لابد أن تقرأ القرآن. لا يمكن. الولد لابد يريد أن يكون مثل أبيه أو مثل أمه. لذلك كن قدوة حسنة لأولادك. نكون إن شاء الله قدوة حسنة لأولادنا. التربية بالقدوة، لأن من طبيعة الولد، من طبيعة الطفل الصغير أن يقلد. مثلا رأينا مثلا بنتا صغيرة في البيت تقلد أمها، وما تلبس كذا وتلبس اسمه هذا مكياس، ما ندري اسمه هذا، أنت تدري؟ تقلد. الخطوة الثانية التربية بالعادة. عوده بالتقاليد والعادات الصحيحة. لا تبين لهم أحكام، مثلا كل ابدأ ببسملة. لا حاجة أن تبين لهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا والقرآن الكريم، لا يفهم. عودهم بالعادة الصحيحة في الأكل والشرب، كل بيمينك ولا تكل بيسارك. لكن إذا كان الأب يأكل بيساره ويشرب بيساره ويقول ابنه كل بيمين، لا ينفع، ما ينفع هذا. إذا لابد من التربية، من الخطوة الثانية التربية بالعادة. مثلا عندي زميل له بنت تدرس في المدرسة الابتدائية
ولباس لباس هذا البنت منذ صغرها متحجبة. مع أننا عرفنا أن البنت الصغيرة غير مكلفة، إذا تمشي في الشوارع عريانة لا بأس، ولكن الأم تلبسها لباسا أو زي إسلاميا متحجبا، والبنت لا تعرف وأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ولكن هي تعودت من صغرها بهذا اللباس. لو تترك البنت تلبس عريانا من صغار، ثم إذا بلغت مثلا 15 سنة أو 17 سنة وتقول يا بنتي أنت الآن مكلفة لا بد أن تتحجبي، هذا صعب جدا. لماذا؟ لأنها لا بد أن تغير عادتها سنوات. الخطوة الثالثة التربية بالموعظة. شوف الموعظة رقم ثالث، ليس رقم أول، الثالث الموعظة. الموعظة للبن أو للابن قبل 5 سنوات تختلف للأولاد فوق 5 سنوات. مثلا وجدنا مدرسة في روضة الأطفال تبين للأطفال في روضة الأطفال، يا أولاد يا بنات اسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا ما تنفع، ما تفهم، حتى الكبار السن لا يفهمون ما معنى هذا الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات، ما بال طالب طفل في روض الأطفال. تذكر هذا، فرجع إلى البيت فسأل أباها أين الأم، الأم في الغرفة تنام. فذهبت إلى الغرفة فتبحث عن الجنة، ما أجد جنة، لا أجد، يا أبي يا والدي ما أجد الجنة في الغرفة تحت أقدام أمي. إذن مدرسة في المدرسة كاذبة، والخطأ يرجع إلى المدرسة، لأنها تخاطب طفل صغير بلغة غير مناسبة للطفل الصغير. الجنة تحت أقدام المهات، ولو كان هذا الحديث صحيح، الناشئين مثلا تتغير. مثلا إذا كان عندك طفل أو ولد أو ابن في سن 17 سنة كله، لا ترجع بعد المغرب، لابد أن ترجع إلى البيت قبل المغرب. فيسأل لماذا يا والدي؟ لا تسأل، المهم قبل المغرب تصل إلى البيت. لا 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 لا، لابد أن تستدل، تقول له لو رجعت بعد المغرب يكون كذا كذا كذا. استدلال، لابد من الاستدلال للناشئين، لأن الناشئين لا يقبلوا هكذا. خاطب الناس على قدر عقولهم. التربية بالموعظة الحسنة. أحيانا الوالد يغضب، حينما يغضب إلى الأولاد ينصح، يتكلم كثيرا، يمكن ساعة واحدة، تسمع؟ نعم أنا أسمع. تسمع؟ نعم أنا أسمع. وبعد غضبه أو غدا الأب يسأل ماذا قلت بالأمس لك؟ ما أعرف، لأن الموعظة الحسنة لا تأتي عند الغضب، الموعظة الحسنة تأتي بالحب. إذا أردت أن تغضب تغضب فقط بدون موعظة، الموعظة في وقت آخر بالحب أمام أو حول المائدة، أو تذهب إلى شاطئ البحر، تذهب إلى الجبال وتعطي نصيحة موعظة حسنة. الخطوة الرابعة التربية بالملاحظة. لا بد عندك وقت للملاحظة. أنا قرأت في الجريدة في طفل، لكن هذا حادث في الولايات المتحدة، طفل أمريكي انتظر يوم من أيام ينتظر الوالد حتى الساعة 10 مساء لم يرجع.
الحادي عشر لم يرجع، الثاني عشر رجع أبوه. إنما رأى أباه رجع، ماذا قال؟ طلب أول مرة: يا والدي أعطينا فلوس. فغضب أبوه: في هذا الوقت تأخذ تسأل فلوس مني؟ فغضب غضبا شديدا، فذهب الولد إلى الغرفة ثم جلس الأب وتذكر لماذا ابنه يسأل نقد أو فلوس منه في نصف الليل، لأنه لم يرجع إلا في نصف الليل. يمكن الولد هذا ينتظر منذ العصر أو منذ المغرب، فاعترف بخطئه، فذهب إلى الغرفة: يا بني أعتذر، كم تريد من الفلوس؟ 5 دولار. طيب نعطيك 5 دولار. أنا أسألك سؤالا، لماذا تريد 5 دولار؟ فقال الولد: عندي 15 دولار، وأريد 5 دولار كمان حتى أكون عندي 20 دولار. 20 دولار هذا أستأجرك يا أبي حتى تلعب معي، لأن والدتي قال الأب يشتغل في الخارج وأجرة ساعة واحدة 20 دولار. إذن أنا أريد أن ألعب بك ولا بد أن أستأجرك 20 دولار ساعة واحدة. الوالد مشغول في جمع الأموال، وقال: أنا أبحث الأموال من أجل والدي، من أجل ابني. والابن لا يحتاج إلى الأموال، يحتاج إلى الوالد، وجوده. هكذا. وفي الأخير التربية بالعقوبة، العقوبة في الأخير. لابد من القدوة أولا، ثم من العادة، ثم من الموعظة الحسنة، ثم من الملاحظة، وفي الأخير العقوبة. الوالد يريد العقوبة من أول مرة. إذا رأى خطأ من ولده فيغضب فيعطي عقوبة. فالابن يسأل: لماذا تعاقبني يا والدي؟ ماذا خطأي؟ أنت لا تعرف، لابد أن تعرف. الوالد لا يعرف من قبل. هذه الخطوات الستة لابد من الوالد أو من الوالدة أن يخطوها بالترتيب. أول شيء التربية بالقدوة، ثم التربية بالعادة، ثم التربية بالموعظة، ثم التربية بالملاحظة، والأخير التربية بالعقوبة. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.